مساء الخير. الجمعة الماضية حكيت عن التصويت بمجلس النواب عنا بلبنان، كيف بعدنا متخلفين لهلأ وبعدنا لليوم بهيدا العصر بعدنا منصوت على مستقبلنا برفع الإيدين. النواب عنا بيرفعوا إيديون وبيصوتوا على القوانين وعلى المستقبل تبع هيدا البلد، يعني بوسائل متخلفة جدا. هيدي الطريقة بالتصويت يلي صار له فترة طويلة، النائب سامي جميل مقدم اقتراح لحتى يعدلها، مقدم اقتراح لتعديلها بمجلس النواب وللنظام يلي له علاقة بمجلس النواب. وأهم إنجاز منعمله لما منصير نصوت إلكترونيا بمجلس النواب عندنا بلبنان، أهم إنجاز هو لما الشعب اللبناني بيحاسب النائب اللبناني على صوته، بيحاسبه على رأيه، بيحاسبه على تكليفه، بيحاسبه على القوانين يلي نوابنا عم بيصوتوا عليها. بدنا نحاسبهم، كيف نقدر نحاسبهم؟ نقدر نحاسبهم إلكترونيا لما منعرف شو عم بيصوتوا، مش منرفع الإيدين ومنطلع هيك تقديريا ويا منقول صدق يا منقول لم يصدق. هيدي على مقولة امشي على ما يقدر الله والكاتب ربك يصير، هيك ماشي القصص عنا بلبنان وهيك ماشي القوانين عنا للأسف بلبنان. والمواطن اللبناني نحنا كلنا دافعين حقه للسيستام يلي مكلف عشرات ألوف الدولارات، وسامي جميل نائب اللبناني صار مقدم كذا اقتراح، وأنا بقترح الليلة على السلطة التشريعية يهزوا حالهم شي شوي، لأنه نحنا مش شعب متخلف، نحنا لازم نطمح نتقدم، لازم نطمح انه نتساوى مع برلمانات اوروبيه، لازم نطمح انه نتطور مش نتشبه ببرلمان زيمبابوي يلي حتى هن رح يصيروا احسن منا، واذا رحنا رح نضل هيك نحن راجعين لعصر القبائل وهن رح يتقدموا. من كم يوم بلشت احضر سيريز على الدي في دي اسمها بوليتيكال انيمالز، لفتني العنوان اشتريتها قلت بدي احضرها. بوليتيكال انيمالز اذا بدنا نترجمها يعني الحيوانات السياسيه. بهيدي السيريز بيفرجونا عائلات سياسية والثمن يلي بتدفعوا لحتى توصل ولحتى تبقى بالحكم ولحتى ترجع على الحكم وعلى المنصب اللي هي اخدته، المنصب السياسي أو على الموقع أو على السلطة. صدقوني يلي شفته بهيدي السيريز والتفاصيل كلها ما بيجي قد ربع ربع يلي عم نشوفه عنا بالسياسة اللبنانية. نحنا ما إلا اسم، ما إلا وصف السياسة اللبنانية والسياسة يلي عم يتبعوها هودي الناس يلي حاكميننا. نحنا عنا السياسيين صاروا بيعملوا بدع، صاروا بيقوصوا على القوى الأمنية، بيتفركشوا بيوقعوا بالساقية، بيرجعوا بيوقفوا بيقوصوا على الدرك. عنا السياسيين بيدعسوا على العالم بمواكبهم لما يمشوا على الطريق، عنا السياسيين بيطلعوا على ظهر الناس وبيوصلوا من ورا الناس وبيرجعوا بيدعسوا على الناس. هيدي كيف منوصفها بلبنان؟ شو منقول عنهم لهودي السياسيين؟ صار لي جمعة ما لقيت كلمة اقدر انه تلبق للوصف لحتى تكون من قد المستوى، انا ما لقيت ولا كلمة وما عرفت لاقي التعبير المضبوط. فإذا حدا عنده هيدا التعبير يبقى يخبرنا إياه. بكرة من كل سنة ب 24 نيسان بيصادف ذكرى المجازر الأرمنية أو جريمة القرن العشرين الكبرى يلي ارتكبوها العثمانيين الأتراك بحق الأرمن والسريان والكلدان والأشوريين. 24 نيسان من كل سنة نتذكر الصور يلي صوروها المصورين الألمان حلفاء الأتراك. مئات الكنايس حولوها لزرايب للمواشي، 1,500,000 طفل صغير ومرة وعجوز وشاب عدمون علنا، عشرات القرى حرقوها بسكانها لأنه رفضوا يعتنقوا الدين الإسلامي، حرقوهم بالوديان، حرقوهم بالسهول الجبلية البعيدة، حرقوهم بأرمينيا والعراق والضيع السريانية. تركيا يلي بعدها لهلأ بالقرن 21 رغم أنها بعد عم تحلم أنها تنضم للاتحاد الأوروبي، بعدهم لهلأ بمطاراتها بكسروا تمثيل العذراء، بيعتدوا على الرموز الدينية يلي بيعتبروها هي مش مثل معتقداتهم. هيدي المشانق يلي عم تشوفوها بالصور ويلي كل الناس شافوا هيدي الصور يلي منا إلا صورة نحنا منطلع فيها ومنتأسف لما بدنا نتذكر هالمجازر، ولكن ما حدا منا عاش يلي عاشوا الأرمن. نسوان الأرمن تمت تعريتهم بمجموعات كبيرة، تعلقوا على الصلبين، انتركوا يموتوا من العطش. هالمجزرة هيدي ما رح ننساها، والشعب الأرمني والسرياني والأشوري من كل أنحاء العالم لازم يضلوا يطالبوا بحقهم من الأتراك. المجتمع الدولي لازم يخدلهم بحقهم، حقهم بالاعتراف بالمجزرة، حقهم بالاعتذار على الأقل من أحفاد الأرمن والسريان يلي ربيوا أيتام بسوريا ولبنان. أنا الليلة بحيي كل أرمني وين ما كان عم يحضر انت حر، عبال ما ترجعوا على هيستان مرفوعين الراس، قضيتكم قضية شرف، قضية شعب حر عم بيطالب بحقه. أما قضايا الليلة بانتحار منشوفهم سوا. كما وعدنا انتحار يتابع ملف الضرب في المدارس، عينات بالأسماء. اعترافات حرامي مدمن، كيف، أين
ولماذا يسرق؟ اصرفت المصاري اللي معي، صار بدي اسرق لحتى اجيب مخدرات وتعطاهم. اخواني، وهابي، سلفي، من هم السلفيون وماذا لو حكم التطرف؟ كاميرا انت حر الخفية تكشف الرشوة والفساد في دوائر النفوس. حصرياً شبكة الهاكرز العالمية أنونيموس توجه رسالة إلى اللبنانيين مباشرة الليلة عبر انت حر. سيجارة تشعل أزمة على متن طائرة، وقبطانها ضابط عدلي.